إذن أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وأمطار على مرتفعات الجنوب وهنالك بوارح نشطة عصرا على شرق المملكة والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن تبقى الأجواء شديدة الحرارة إلى حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة، لذلك نود التنبيه أيضا من عدم التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس. وكما نشاهد هنا لسرعة هبات الرياح الواردة لدينا بالخرائط الأقمار الصناعية، نجد أن رياح البوارح ستنشط بمشيئة الله في مناطق الشرقية ما بعد ساعات عصر يوم الغد، لذلك نود التنبيه أيضا من تدني مدى الرؤية الأفقية. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث تكون الأجواء غالبا صافية. درجات الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة فيوم الثلاثاء والأربعاء والخميس درجات حرارة أربعينية في ساعات النهار والأجواء صافية، وفي ساعات الليل من 29 إلى 28 درجة مئوية وأيضا الأجواء صافية في العاصمة الرياض. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة ونبدأها من سكاكا. 41 إلى 27 أجواء مغبرة نوعا ما، في عرعر من 39 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل، في تبوك من 39 إلى 27 درجة مئوية في ساعات الليل. في مكة المكرمة من 45 إلى 30 أجواء حارة، من 43 إلى 31 أجواء حارة في المدينة المنورة، في جدة من 37 إلى 29 درجة مئوية ليلا، في الطائف هنالك بعض الغيوم المتفرقة من 35 إلى 24 درجة مئوية في ساعات الليل. في أبها والباحة هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية من 31 إلى 19 درجة مئوية، من 29 إلى 22 في الباحة، وفي جازان من 36 إلى 29 درجة مئوية مع بعض الغيوم المتفرقة. أما في الدمام أجواء حارة من 42 إلى 31 درجة مئوية، في الإحساء من 44 إلى 30 درجة مئوية، في حفر الباطن بعض الأتربة من 42 درجة مئوية نهارا إلى 28 درجة مئوية في ساعات الليل. في الرياض من 41 إلى 31، في بريدة من 41 إلى 28، في حائل من 38 إلى 26 درجة مئوية في ساعات الليل. إذا كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.